صافي ندير واحد التصويره. ان شاء الله اليوم احنا في واحد الحدث اللي هو بارز، هو يوم بدون سياره، اكبر يوم بدون سياره في افريقيا، اللي هو دابا الان في النسخه الرابعه ديالو، وكيصادف اليوم العربي للبيئه. هاد اليوم بدون سياره كيف ما كتشوفوا كاين فيه بزاف ديال الانشطه، وكما كتعرفوا عندك المحور ديال درس الحارتي هو واحد المحور مهم في مقاطعه مولاي رشيد اللي كيمروا فيه بزاف ديال الشاحنات وديال السيارات. اليوم كما كتشوف هو فضاء اللي كيتمشاو فيه الناس بكل اريحيه، وفضاء اللي كيمارسوا فيه الرياضه. كما هاد الانشطه اللي اصلا مؤطره من طرف المجتمع المدني ديال مقاطعه مولاي رشيد، وبشراكه مع ولايه الدار البيضاء الكبرى، ومع وزاره البيئه ووزاره الشباب والرياضه. كنشكروا المجتمع المدني ديال مولاي رشيد على المساهمه ديالهم القيمه والحضور ديالهم، وشكرا. ماستر متخصص. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم عيش عبد الجليل، ماستر متخصص قانون والسياسات البيئيه. حنا هذا الماستر متخصص يعني في الامور التي تتعلق بالقضايا البيئيه التي يتكلم عليها حاليا المجتمع الدولي، وبفعل ذلك كنلاحظوا ان المغرب منخرط في هذا السياق، وهذه التظاهره هي كتمس يعني مبدا من مبادئ الملوث، يعني المسؤوليه المشتركه والمتباينه، وبفعل ذلك ان المغرب في هذه الفعاليات كتمس هذه المساله، ومنها ان يوم بدون سياره كيخفض من مستوى انبعاثات الغازات ثاني اكسيد الكربون، ولهذه المساله والدافئه. وهذه المساله احنا كانت اثرتنا، ويعني ما قالت يعني هاد التظاهره يمكنش نفوتوها، وخاصنا نحضروا فيها وبقوه ان شاء الله. وحنا حاليا احنا الماستر ديالنا متواجد، وكنتمناو هاد التظاهرات ماشي يكونوا غير يوم واحد في السنه، يعني تكون متعاقبه طوال السنه، ولو شي ثلاثه ولا اربعه، ولا الا كانت اسبوعيه يعني حاجه زوينه. وتبارك الله عليكم. Thank you.